موضوع تاني خالص، وهو قائمة الحكام الدوليين واللي تم الإعلان عنها النهاردة بشكل رسمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. حكام الساحة تعرفين طبعا ان كان في لغط كبير جدا بخصوص الحكام الدوليين وبالتحديد حكام الساحة واكثر تحديدا حكام الفار وبعدين حكام المساعدين واعتراضات كتيره وكلام من ده، احنا تقريبا في كل سنه بيحصل الكلام ده. انا فاكر الكابتن جهاد جريشه برضو كان عنده مشكله قبل ما يعتزل. لكن خلينا نبتدي بحكام الساحه زي ما حضراتكم شايفين كده: ابراهيم نور الدين، محمد عادل، محمود البنا، امين عمر، محمد معروف، احمد الغندور، محمود ناجي، شاهندة المغربي، ونوره سمير. دول الحكام اللي اعتمدوا كحكام دوليين او في القائمه الدوليه. يعني القائمه الدوليه الحكام المساعدون: محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، سمير جمال، يوسف البساطي، احمد توفيق طلب، سامي هلهل، هاني عبد الفتاح، يارا عاطف، منى عطله، جمالات احمد، ومي حسن. تمام تمام. حكام الفار: محمود ابو الرجال، طارق مجدي، وائل فرحان، حسام عزب، عمرو عبد الرحيم، ومحمود الدسوقي. انا برضو ممكن يكون عندي ملحوظه حته الكابتن محمود ابو الرجال موجود هنا وهنا. طب خلينا نتكلم اكتر وبشكل يكون اوضح مع الكابتن والحكم الدولي السابق الكبير وخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس. يا كابتن ناصر مساء الخير. مساء الخير عليك كابتن امير، ومساء الخير على كل مشاهدينك ومتابعينك الكرام، وبرحب بحضرتك. اهلا بك يا كابتن ناصر، بنتشرف بيك دايما. يعني خليني في البدايه اخد تعليقك على القوائم الدوليه اللي تم الاعلان عنها النهارده، وهل لك اي ملاحظات ولا لا؟ هتكلم كابتن امير بس اسمح لي هتكلم بشكل عام في الاول وهقول لك التفاصيل طبعا. التفاصيل بدقه يعني. اتفضل. بشكل عام القائمه الدوليه اللي تم اختيارها 2023 افتقدت لاهم عنصر وهو عنصر التقييم الفني اللي الاتحاد الدولي نشره وبعته للاتحادات الاهليه. تمام. بمعنى الكفاءه الفنيه هي اولا في الترتيب واختيار الحكام. هنا انا بقول اهو وتحدى مسؤولي لجنه الحكام ان هم يطلعوا لنا تقارير الحكام خلال 12 شهر بالتقارير الفنيه عشان نعرف نقول مين رقم واحد ومين رقم اثنين في القوائم كلها، سواء الحكام او الفار او الشاطئيه او الطرد. ليه ما يطلعهاش ليه طب يا كابتن؟ يعني انا اتحدى، وانا بقول لك اهو اتحدى، لان التقييم الفني اللي تم اختياره هناك مجاملات، ما انا بقول اهوت في اختيار القائمة الدولية خاصة في قائمة تقنية الفيديو. تمام. يعني بيبقى المجاملات عن طريق ايه؟ يعني هل مثلا انا لو حكم دولي عايز اكون موجود في، او حكم موجود في يعني الحكام المصريين او من ضمن الحكام المصريين عايز ابقى كحكم دولي موجود في القائمة، هل بتواصل مثلا مع اعضاء اتحاد الكورة، بتواصل مع اعضاء لجنة الحكام، وبناء عليها من خلال علاقاتي وكلام من ده بيتم يعني اقحامي في القائمة الدولية؟ كابتن امير انا هكلمك بالورقه والقلم وليس كلام مرسل. حلو. تعال نروح لقائمه الفار. تمام. قائمه الفار فيها محمود ابو الرجال، طبعا محمود عاشور تم ابعاده. هناك محمود ابو الرجال موجود رقم واحد. في طارق مجدي موجود. في وائل فرحان رقم ثلاثه اللي هو اتحط مكان محمود عاشور. وحقه بصراحه. نعم حقه بصراحه الكابتن وائل فرحان. هو وائل فرحان انا مفيش كلام عليه. لما تعالى بقى نتكلم يا كابتن بقى في حسام عزب حجاج، عمرو عبد الرحيم الشناوي، ومحمود الدسوقي. تمام. تم اختيار الثلاثه للاسف، انا بقول اهو يا ريت اتحاد الكوره يطلع لنا تقييمهم او تقييم السته. طيب خد المفاجاه بقى اللي جايه. اتفضل. محمد الصباح يا كابتن هو من اقدم الحكام، وطبقا للبروتوكول لما بنيجي نقول اختيار حكم الفيديو هو حكم يعني يمثل الخبرات. ومحمد صباح النهارده لما نيجي نحسب هو لعب قد ايه في المواسم السابقه وهذا الموسم، هذا الموسم لعب 17 مباراه للبار، السنه اللي فاتت لعب 19، اللي قبلها لعب 21. من اقدم الحكام واشطر الحكام هنا مش موجود في قائمه اختيار الفيديو. رغم ان هو ادار كل المباريات دي بناء على انه على المستوى الفني ممكن ده يسمح له ان هو يعني يخوض هذه المباريات وان بيتم تعيينه، فدي معناها ان هو تقييمه الفني. انت قلت اللي انا كنت عاوز اقوله. آه. منين حضرتك، منين انت بتعينه تديله مباريات كبيره وبعدين في الاخر ما يتمش اختياره، وبتختار للاسف الشديد حكام لسه صاعدين ما عندهمش الخبرات على اي اساس؟ مش في لائحه يا كابتن. انا بس بسأل سؤال يا كابتن امير. هو انت كمسؤول لجنه الحكام بتطلب من الحكام العداله ازاي
وانت اصلا حضرتك ما طبقتش العداله في اختيارات الحكام في القائمه الدوليه. ازاي بطلب من حاكم العداله؟ والنهارده الحكم النهارده على سبيل المثال محمد الصباحي، ودي مفاجاه، كان موجود في اتحاد الكره رسمي، راح اعترض على الاختيارات وتم الرد عليه ان الموضوع بتاعك هيتم بحثه وبكره يبقى في اجتماع. ولو كان هناك حق طبقا للتقارير الفنيه هنبعت تصحيح للقائمه الدوليه. طب ما كان من اول الكلام ده يا كابتن امير. طبعا. حضرتك كمسؤول عندك التقارير الفنيه والراجل ده يعتبر من اكفأ الناس كخبرات، من اكفأ الناس اللي لعبت ماتشات، والنهارده انت مش بتحطه ضمن السته اللي انت اخترتهم. وبتختار حكام لاول مره يلعبوا في الفيديو هذا الموسم ما عندهمش خبرات. خلي بالك حتى كمان في قائمه ال 11، واحنا قلنا معيار الاتحاد الدولي هو التقييم فني وليس بالحروف الابجديه يا كابتن امير. صح. النهارده محمود المنا محطوط رقم 3. اذا هنا النهارده شايف النهارده المعايير غير موجوده، اهم معيار هو التقييم الفني مش موجود. اتحدى وانا بقول اهو يا مسؤول لجنه الحكام، طلع لي التقرير الفني للحكام كلها وقول لي انت اخترت على ايه. نعم، هو كده بالطريقه دي هيطلع ايه؟ مش هيطلع حاجه، مش هيرضى يطلع اي تقرير فني. لكن في كل الاحوال يا كابتن ناصر، انت علقت مثلا على الكابتن حسام عزب حجاج، عمرو عبد الرحيم، محمود الدسوقي، هل المعايير ما تنطبقش عليهم ان هم يكونوا موجودين في القائمه الدوليه للفار؟ هقول لك على مفاجاه ثانيه، محمود الدسوقي رقم 6، انا لو تسالني طبقا للمباراه محمود الدسوقي المفروض يتحط رقم 4 مش رقم 6. تمام. يعني المفروض محمود ابو الرجال، طارق مجدي، وائل فرحان، محمود دسوقي بامانه. ولكن محمود دسوقي رقم 6. طب فين محمد الصباح يا كابتن؟ طب فين محمود بسوني من اسكندريه؟ طب فين مثلا على سبيل المثال بنتكلم على الحكام، خلي بالك. بنتكلم فين محمد الحنفي؟ فين عبد العزيز السيد من منطقه الجيزه؟ كل دولت عندهم الامكانيه يخشوا لان هم عندهم خبرات كبيره، لعبوا سواء في ميدان اللعب، خلي بالك دي مهمه جدا. حكام دي لعبت يا كابتن امير، حكام في ميدان اللعب ماتشات كتيره. وهو ده الاهم في اختيار حكم الفيديو. لما نيجي نقول حسام عزب حجاج، مع احترامي للاسماء، وعمرو الشناوي، اعتقد كل واحد فيهم لعب مباراه بالكتير قوي. هو ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه يا كابتن. يعني هو دلوقتي مش بيبقى في لائحه بتقول لك ان انت المفروض اخر سنتين تكون لعبت اكتر من 10 مباريات عشان يكون عندك فرصه انك تخش القوائم الدوليه؟ كابتن امير احنا بنتكلم النهارده في 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 قائمه تقنيه الفيديو، الكلام ده في قائمه ال 11 انا معاك. تمام. في قائمه الفيديو هم عندهم لعبوا ماتشات كتير، انا بتكلم هل منهم مين اللي في يعني سواء حسام عزب او عمرو الشناوي لعبوا كام مباراه في ميدان اللعب؟ بالقياس بمحمد الصباحي، بمحمود بسيوني، بعبد العزيز السيد. خلي بالك الناس دي بتلعب بقى لها 4 5 سنين، لعبوا ماتشات كتيره في ميدان اللعب كحكام صفاره، لما النهارده انا احط حكم بار اقدر استفيد من خبراته كابتن امير. عكس ما انا اجيب حكم ما لعبش حكم صفاره غير ماتش او ماتشين. انا بقول تاني المجاملات كانت الابرز، عدم توافر شرط مهم جدا وهو التقرير الفني كان الابرز. اتحدى تاني مسؤول لجنه الحكام فيه يطلعوا علينا، وده كان طلب محمد الصباح النهارده كابتن امير، قال لهم كالاتي، قال لهم طلعوا السته والتقرير الفنيه وهاتوا التقرير الفنيه بتاعتي. يعني الصباح النهارده قال لهم انتوا حاطين 6 في قائمه الفيديو، طلعوا تقاريرهم الفنيه وهاتوا تقارير الفنيه وشوفوا مين احق بالدخول في القائمه الدوليه. يا جماعه ما تطلبش من حاكم العداله وانت كمسؤول للاسف الشديد لم تطبق العداله بين حكامك. الموسم هذه بدايه خطيره للموسم ده يا كابتن. في بعض الحكام عندهم اعتراض كبير على اختيارات القائمه، في مشاكل، وده اكيد كان هيحصل، واحنا تنبأنا في قناه الاهلي كابتن امير وقلنا طول ما فيش لجنه حكام موجوده. خلي بالك لما تكون لجنه حكام فيها 7 أو 8 اكيد بيبقى الاراء هنا في كل واحد ليه راي، والاختيار هنا بيبقى طبقا للعدد اللي موجود، ولكن ما ينفعش ابدا يا جماعه 2 في لجنه الحكام يختاروا قائمه دوليه قوامها 34 حكم. طبعا سواء كانت حكام 11. طب هنا دور كلاتنبرج ايه يا كابتن؟ يعني دور كلاتنبرج ايه بالظبط؟ ومين اللي بيختار، يعني مين اللي بيختار قائمه الحكام الدوليين دلوقتي في اللجنه يعني؟ وهل اللجنه محتاجه ان هي تتغير كلها؟ يعني برحيل الكابتن عصام عبد الفتاح، محتاجه ان اللجنه كلها كمان ترحل، ولا الامور تمشي ازاي من وجهه نظرك يعني؟ اولا يا كابتن امين مفيش لجنه حكام عشان حضرتك عارف أصل. اللي الموجود حاليا هو الكابتن احمد ابو العيلة والكابتن تامر درهي، وهم الاثنين دولت انا بقول اهو بحملهم مسؤوليه اختيارات القائمه الدوليه، لان
جلاتنبرج لا يعلم شيئا ابدا عن الاداريات يا كابتن امير. الراجل ده لسه جاي ما يعرفش فين الماتشات القديمه وده لعب كام ماتش. انتم يا جماعه انتم موجودين بقالكم سنه كامله. المفروض انتم بترشحوا الحكام طبقا للتقارير الفنيه، فين التقارير الفنيه؟ انتم حتى ما طلعتوش اختيارات الحكام على موقع الاتحاد، انتم حتى ما طلعتوش التقارير الفنيه للحكام عشان نقول ان في عداله وشفافيه في اختيار الحكام، انتم اخترتوا الحكام بالمجاملات وعشان كده في اعتراضات كبيره جدا جدا وهتشهد الفتره اللي جايه يا كابتن امير. اكيد حاجات كثيره من اعتراضات من الحكام اللي تستحق الدخول بامانه القائمه الدوليه بدون مجامله لاحد على حساب احد. الحلول ايه من وجهه نظرك اخيرا يعني؟ كابتن النهارده القائمه بتاعتك، خلينا نتكلم معاك بامانه. وزي ما قلت لك النهارده على سبيل المثال وليس الحصر، وده انا بقول لك ده حصر للنادي الاهلي، محمد الصباحي عندما علم ان هو لم يتم اختياره ذهب النهارده الى اتحاد الكره وجلس مع رئيس الاتحاد وقدم شكوته اللي بيها ان انا تقارير فنيه افضل من اللي موجودين في تقنيه الفيديو ومن حق اخش في تقنيه الفيديو. وبالتالي هو انا في استجابه ان يتم عرض او ان هم يجيبوا تقاريره ويشوفوها تاني ويقارنوها ويعملوا تصحيح للاتحاد الدولي بتصحيح ان هو يكون موجود في قائمه الجوار. هل هيتم الكلام ده؟ هم قالوا له الكلام دوت هيتم الفتره اللي جايه، هنشوف الكلام ده هيتم ولا مش هيتم. ولكن انا في البدايه بلوم مسؤول اللجنه الحكامه كابتن امير، لان انا بحط معاييري طبقا لمعايير الاتحاد الدولي، وزي ما قلت لك الاتحاد الدولي طلب معيار مهم جدا خاصة هذا الموسم وهو الكفاءة الفنية. أكيد تعتبر قبل كل شيء من البدنية من كل شيء الكفاءة الفنية. لم تتوافر الكفاءة الفنية وعنصر مهم في اختيارات القائمة الدولية. بداية موسم يعني المفروض تكون بداية جيدة، ولكن أنا شايف إن يعني السنة دي هتبقى فيه مشاكل جدا، ربنا يستر والأمور تعدي بخير. يا كابتن ناصر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي كان معانا على الهواء مباشره وتعليقه على